في MSAT English Writing دائما مشكلة الطلاب انه ما عنده افكار يكتب، يعني الوقت قصير وما في وقت عشان يفكر ويعمل brainstorming او عصف ذهني. فهذا الفيديو هو على MSAT Writing، يعطيك افكار جاهزة ممكن تستفيد فيها بها في الامتحان، خاصة الاسئلة تتكرر كثير، منها هذا السؤال: What do you do to stay healthy؟ ممكن كثير أن يجي شيء على الهيلث، على الأكل الصحي، على الأشياء. فهذه أمثلة منها: I watch what I eat. I watch what I eat يعني أراقب الشيء اللي أكله، أكلي. I go for long walks. I stay away from fatty food. Stay away، أبتعد عن، خليني بعيد على fatty food اللي فيها زيوت وكذا. أخيرا: I never eat after 7 PM. فهاي أربع أفكار جاهزة ممكن على طول تبدأ تكتب. وهذا نموذج للفقرة. In order to stay healthy I do many things. One، أنا بدل كلمة first تقدر تقول one is I watch what I eat all the time. Two، I make sure that I go for walks every day with my best friend. Sometimes I walk the dog. Last but not least يعني أخيرا وليس آخرا، I am lucky to have a mom who kept me away from fatty food and fizzy drinks all my life. Fizzy drinks يعني البارد، بيبسي وغيره. هنا الفقرة قصيرة طبعا، كيف نخلي الفقرة هذه تكون بادي كامل كثير فيها أكثر من 100 كلمة؟ الحل بسيط. هنا الفكرة الرئيسية أننا كل الجملة الرئيسية In order to stay healthy I do many things، هاي topic sentence. الحين نجي على One is I watch what I eat all the time، ونفسر ونعطي مثال، وبهذا الطول يعني الـ supporting detail يصير فيه فكرة كاملة وأمثلة وإلى آخره. نجي نفس الشيء مع Two، I make sure that I go for walks every day with my best friend. وتعطي مثال. Sometimes I walk the dog. وهكذا مع الثالث نفس الشيء. إذن تذكروا دائما، وهو في MSAT إنجليزي الرايتنج بالذات، دائما يكتبوا سطر في آخر الامتحان: Support your opinion with reasons and examples. فأنت استغل الفرصة وأعطي أمثلة طويلة. موفقين وربي ينجحكم إن شاء الله، وإلى اللقاء. السلام عليكم.